أحبتي الصغار، سوف نتعرف اليوم بإذن الله على طريقة كتابة حرف الذال في مواضعه المختلفة، سواء مفصولا عن الكلمة أو متصل بالكلمة. حرف الذال إما أن يكون مفصولا أو متصلا ويكتب بهذا الشكل، وهو مشابه لحرف الدال، يكتب بهذا الشكل من الأعلى خط مائل حتى أصل إلى السطر ثم بهذا الشكل، وأضع النقطة. إذا لم أضع النقطة فهو دال، إذا وضعت النقطة فهو ذال، عليه فتحة ذا ذا. النوع الآخر إذا كان متصل فهو بهذا الشكل، يكتب خط مائل ثم أعود مرة أخرى هكذا على الخط، حاول على الخط ثم عليه نقطة وتحته كسرة وينطق ذي ذي. أما الأخير فهو مفصول وتمثل حركة الضم وخط مائل حتى أصل إلى السطر بهذه الطريقة، أضع النقطة، أضع النقطة بهذا الشكل و أضع عليها ضمة وينطق ذو. إذا عندي ذا مفصول وذي متصل وذو مفصول. أحبتي الصغار، نفتح الكتاب على صفحة رقم 64 ونبدأ بتلوين الحرف بالألوان التي تحبونها. حرف الذال حركات: الفتحة والكسرة والضمة. ذال ذو، ذا ذهب، ذا ذيل، ذي ذراع، ذي ذئب، ذي ذقن، ذو ذبابة، ذو ذرة. حرف الذال بالحركات: